قالت صحيفة واشنطن بوست أنه يتوجب على الولايات المتحدة مراجعة سياستها الفاشلة في سوريا، وخاصة بعد أن أقر وزير خارجيتها جون كيري أمام مجموعة من أعضاء الكونغرس أن سياسة إدارة أوباما في سوريا بدأت تفشل، مما يجعل الحل الأفضل لمعالجة الأزمة السورية يتمثل بمفاوضات السلام في جنيف، وأن مطالبات أمريكا بضرورة تشكيل حكومة انتقالية في سوريا لم تحظى بأي مصداقية.